إذا قال لك شخص الله جل وعلا كتب الهداية والضلالة فإني لن أعمل، إن كان الله قد كتب لي الهداية عبدت الله، فما جوابك؟ قل: وما الذي أدراك أنه جل وعلا لم يكتب لك الهداية؟ ما الذي أدراك حتى تقف عن العمل؟ بل هو جل وعلا أقام عليك الحجة فجعل لك إرادة واختيارا، لكن تلك الإرادة تابعة لإرادة ومشيئة الله جل وعلا، بل من فضله عز وجل أنه فطر جميع الخلق على الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فعليك بالعمل، ثم إذا احتج عليك بالقدر في ترك العمل الصالح، في ترك عبادة الله، فاحتج عليه بالقدر فيما يخص دنياه. قل له: لو كنت بارعاً فاهماً وأنت محتاج إلى وظيفة، وأشيع بأن هناك وظيفة أوصافها تتحقق فيك، قل له: لا تذهب وتبحث عن تلك الوظيفة، فإن الله إن قدرها لك فستأتيك، فإنه لا يرضى. بل لو صفعك إنسان بصفعة فقال: هذا قدر الله، أفترضى بهذا؟ فالجواب لا. فإذا كان لا يرضى باحتجاج القدر على ما يتعلق بأمور وشؤون دنياه، فكيف يحتج بالقدر على ترك عبادة الله جل وعلا؟